طيب هنعمل النهارده فطاير البيتزا الصحيه، هندخل فيها تكه صحيه كده، وهقول البيتزا الاصليه تتعمل ازاي للي عايز. نقول بقى مقادير العجينه. لمقادير العجينه احنا معانا 3 كوبايات دقيق ابيض مخلوط بالاسمر، ما عايزينه صحي بقى، يبقى ايه؟ دقيق ابيض مخلوط بالاسمر. الاسمر ده بنجيبه منين؟ عشان بتسأل طول الوقت على الموضوع ده. الاسمر ده بيتباع في السوبر ماركت، قسم الدقيق هتلاقوا مكتوب عليه اسمر يا دقيق قمح كامل، يبقى هو ده الصح، مش رده. رده ده بيبقى لوحده، ده حاجه تانية، يا دقيق اسمر يا قمح كامل. طيب معانا كوبايه ميه دافيه، معلقه خميره، معلقه سكر، معلقه كبيره خميره ومعلقه سكر، بيضه، تلت كوبايه زيت زيتون، ملح، ومعلقه صغيره بودره ثوم، معلقه كبيره زعتر، سمسم، حبه بركه، جنين قمح، وبذر الكتان. كل دي زيادات نحطها، فايده رهيبه. الوصفه دي صحيه، وكنت عملت وصفه تانية بيتزا بقى صحيه جدا مشبعه جدا، دي غيرها. انتوا بقى على حسب ما تحبوا عايزين تنقوا ايه، المهم تكون صحيه. البيتزا الاصليه ما بيتحطش فيها بيض، بس علشان تبقى فطاير صحيه فعلا وبحشوه البيتزا زودت فيها البيض. وكم من الحاجات التانية دي اللي البيتزا الأصلية هقول لكم بقى المقادير بتبقى، بس عبارة عن كيلو دقيق عليهم حوالي 3 كوبايات من المية الدافية، معلقتين كبار خميرة، معلقة لمعلقتين سكر، وبندوب الخميرة مع السكر في المية، وشوية دقيق، وبعدين ايه نسيبهم يخمروا، وبعدين نحط عليهم ربع كوباية زيت زيتون وبقية الدقيق وملح، ونعجن كويس. بس هي دي العجينة. طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل الطريقة اللي احنا متعودين عليها. هنعمل ايه؟ احنا عايزين مية دافية، معانا هنا كوباية مية دافية، دي مية ساعة، هحط عليهم شوية من المية السخنة، ونشوف بايدينا. دي تكة مهمة جدا اهو، حلو قوي كده، خلاص دفى اللي هو دفى دمعة العين. هحط عليهم الخميرة والسكر الأول. بصوا بقى بس عملت ايه في الاول، انا حطيت الميه، الخميره، السكر، شويه من الدقيق، قلبتهم، سبتهم يخمروا، نسيبهم يخمروا حوالي ربع ساعه تقريبا وهم متغطيين. بعد كده بحط بقيه المكونات، البيضه، الزيت، هنحط بقيه الدقيق، وهنحط الملح، وهنحط المكونات دي كلها بقى اللي هو حبه البركه والجنين القمح والسمسم، جنين القمح اهو، وبذر الكتان حطيته، والزعتر. دي كلها منكهات وفي نفس الوقت فايده عاليه جدا جدا. ولبن البودره، لبن البودره من الحاجات اللي ايه هنا ناقص، بس ناقص معلقه لبن بودره. خلاص احنا كده اهو بنعجنه كويس جدا، ونزود الدقيق ونعجنه بايدينا كويس جدا لغايه ما تبقى عجينه لينه وطريه. هوريكم قصدي ايه دلوقتي، ونسيبها تخمر تاني اهو، خلاص، وتتغطى بكيس نايلون، نقعد نعجن فيها 10 دقايق عشان تبقى عجينه لينه وطريه وحلوه جدا. هبتدي بقى دي افردها ونعمل منها اشكال، يعني احنا ممكن نعمل منها شكل الكالزوني. الكالزوني ده اللي هو بتبقى بيتزا ومقفوله ومحشي زي واحده قطايف كبيره كده، وجواها ايه حاجه البيتزا. وانا ابتديت اهو بقطع كده مدوره، اقطع بقى الايه العجينه زي ما اتفقنا. ده الفكره دي جات لي حالا، فالتسميه طبعا كانت فطاير البيتزا، لكن دي كب كيك البيتزا.
بصوا بقى انا بقى زي البيتزا بالظبط، بحط جواه، حطيت صلصه البيتزا، بحط عليه اهو اللي حطيت هنا جزء بالتونه، حطيت هنا جزء بالمشروم. مدام احلام ممكن تعمل هنا ده بالمشروم بدل ايه الحاجات اللي هي اللحوم. رشه زعتر كده على وش كل واحده مهمه جدا جدا. خلاص هندخلها الفرن. القوالب دي غامقه فمش مش هدخلها على نار عاليه، مش زي البيتزا العادي بقى، هندخلها على 180 بس كده، هندخلها على 180 وهحطها على صينيه احسن عشان ايه ما تتحرقش مني، دي صواني غامقه.